دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الفلا توينسي كل، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير والحظ يرافق كل خطويتكم، ان شاء الله تفرحوا وتتغير احوالكم فيها الشهر الفضيل. اول اخبارنا لبرج الحمل، حتى لو كان الشمس مازلت منوره برجك الا انه لازمك ترد بالك وتعرف كيفاش تسيطر على التنرفيز اللي تعاني منه الفتره هذه، راهو مش الناس الكل تنجم تعدي لك يا حمل. والثور يتسهل رزقك، تتخطى برشا عراقيل مهنيه وتنجح في اتمام مهام مهنيه. إيه اللي جاوزي تتطور الأحداث ونجاح زي يرافقك مهنيا أو حتى دراسيا. وكان على السرطان مرحلة مهمة في حياتك العاطفية، فما قرار يخص وضعيتك مع الحبيب، ممكن فما بداية انفراج، خطوبة في الأفق. وكان على الأسد موعد مع السفر 15 يوم الثانيين من الشهر الخير، يوعدك بانفراج مهني ومالي كبير. إيه العذراء، فما خيارات مهمة ومصيرية تاخوهم اليوم والحمد لله راهي تداعياتها إيجابية. نتعدي وللميزان، البرج المزيان والفنان راك تنجح في إتمام محاولاتك وتحقق أهدافك وتتقدم خطوة نحو تنفيذ مشروع العمر. وكان على العقرب، راهو نهار الحب واللقاءات الممتازة، نهار الاتصالات والحظ السعيد. إيه القوس، نحبك تسيس ترد بالك وحاول زيدا تتأقلم مع كل ما هو جديد، هذا كان حابب العلاقة تنجح مع الحبيب. حتى الجدي، راهو كثرة التفكير باش تكون عندها انعكاسات سلبية، حاول تركز لتقديم أداء مهني أفضل. والدلو منور، فما برشا أحداث سعيدة في نهار اليوم، راهو أسبوع ممتاز على كافة الأسعدة. ونختموا مع الحوت، تتحسن الأجواء وتناقش مسألة مهمة، راهي فترة ممتازة على كافة الأسعدة. دقيقة حل مع فاطمة عبد الرحيم.